البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. أيها الأعزاء، انطلق في هذه الأثناء الشوط الأول الرئيسي في الفترة الصباحية، أقوى أشواط الفترة الصباحية، انطلق هذا الشوط وانطلقت شعارات أصحاب السمو والشيوخ والأمراء. فمرحبا وأهلا وسهلا بالجميع في أول انطلاقة رسمية في هذا الموسم تجمع كل شعارات أصحاب السمو والشيوخ. البداية والمقدمة مباشرة مع من تحتل المركز الأول، التقدم من راية من هجن العاصفة، مضمر الواثق حمد بن راشد بن غدير الكتبي يقدم لنا راية على المركز الأول. دور المركز الثاني، رمرام من هجن الشحانية، المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، انتقلت رمرام مباشرة إلى المركز الأول. دور المركز الثالث من الجانب الآخر، الدوحة من هجن الرئاسة، المضمر علي بن جميل الوهيبي، ننتقل إلى المركز الرابع. جدوى تتقدم على المركز الرابع من هجن الشحانية، المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، ننتقل إلى المركز الخامس. ومن تتقدم وصلت الدوحة من هجن الشحانية، المضمر جابر بن سالم بن فاران. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم للمراكز المتقدمة الأولى في هذا الالتقاء الأول في هذا الموسم، أولى الختاميات في الخليج وأقواها هذا المهرجان. العودة إلى مقدمة الشوط، إلى التغيير، الدوحة تتسلل بقيادة الظافر بشعار هجن الرئاسة على المركز الأول. يا سلام يا سلام، هذه الدوحة على المركز الأول، هجن الرئاسة تشارك بأكثر من اسم، بقيادة، سواء بقيادة الظافر أو بقيادة البروفيسور محمود بن محمد الوهيبي أو إخوانه المضمرين. العودة إلى المركز الثاني، ومن تتقدم، رمرام من هجن الشحانية، المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، ورايا على المركز الثالث. رايا تتقدم بشعار هجن العاصفة، المضمر الواثق حمد بن راشد بن غدير الاكتبي. ننتقل إلى المركز الرابع، ومن تتقدم، أول نداء، طلعة تتقدم، ويا هلا بهذه الطلعة، يا طلعة يا هلا بالطلة، هذه طلعة من هجن الرئاسة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، يتابعها في التضمير الملقب البروفيسور. بينما المركز الخامس وصلت جدوى، انطلقت جدوى على المركز الخامس من هجن الشحانية، المضمر سلطان بن محمد الوهيبي. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء أيها الحفل الكريم للمراكز المتقدمة الأولى. والعودة إلى مقدمة الشوط، الدوحة الدوحة الدوحة، ولكن راية تتسلل هجن الرئاسة وهجن العاصفة في منافسة صباحية في أول التقاء رسمي في هذا المهرجان. ولكن انطلقت رسالة، أو انطلقت راية على المركز الأول، راية من هجن العاصفة، انضمر حمد بن راشد بن غدير الاكتبي. بينما المركز الثاني، طلع على المركز الثاني من هجن الرئاسة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، هذه الدوحة على المركز، أو بالفعل الدوحة على المركز الثاني، مضمر علي بن جميل الوهيبي، أحد الشباب المميزين والبارزين في هذا المجال. المركز الثالث، وصلت طلعة على المركز الثالث، هجن الرئاسة على المركزين الثاني والثالث، هجن العاصفة على المركز الأول. المركز الخامس، هجن أو الرابع والخامس، هنا هجن الشحانية، جدوى على المركز الرابع. في هذه اللحظات تنطلق وتتقدم جدوى من هجن الشحانية، سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يتابعها في التضمير. المركز الخامس، انطلقت الدوحة من هجن الشحانية، المضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران. كيلو وين الأخيرين مشاهدين الأعزاء عن خط النهاية، وما زالت المقدمة مع راية تحمل راية المركز الأول القادمة من المرموم للمشاركة. فمرحبا بضيوفنا الأعزاء، حللتم أهلا ووطأتم سهلا.
هذه راية على المركز الأول من هجن العاصفة. الواثق الواثق يتابعها في عملية التضمير، حمد بن راشد بن غدير أحد الشباب البارزين والمميزين من يقفون خلف نجاحات هذه المؤسسة، مؤسسة هجن العاصفة. المركز الثاني هنا الدوحة، يا سلام الله يا الدوحة، هذه الدوحة من هجن الرياسة علي بن جميل الوهيبي في المتابعة والتضمير. المركز الثالث وصلت هنا طلعة من هجن الرياسة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، وأيضا هنا دخول وانطلاق من هجن الشحانية، هقوة 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 تتقدم من هجن الشحانية، انضم سالم بن جابر بن فاران المضمر الذهبي، وأيضا الانطلاق على المركز الخامس وصول وانطلاق من أسرار 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 من هجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير الكتبي يتابعها في التضمير. العودة إلى مقدمة الشوط، يا سلام هنا راية تحمل راية المركز الأول، الكيلو متر الأخير الكيلو متر الأخير أعزائي المتابعين، وهذه راية هجن العاصفة في أول الملتقيات في أول الاجتماعات تتميز في صباح هذا اليوم من خلال تقدم راية. يا سلام راية على المركز الأول، راية 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 تحمل راية المركز الأول، هجن العاصفة الواثق 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 يقدم راية بينما الخطورة بانت من هقوة هقوة. يا سلام هجن الشحانية هجن الشحانية مع هقوة الذهبي يتابعها في التضمير. سالم بن فاران يتابع هقوة في المركز الثاني، أسرار على المركز الثالث، انطلقت أسرار، هجن العاصفة تقدم أسرار، ولكن راية انفردت راية أعزائي المتابعين بالمركز الأول. يا سلام تحمل راية المركز الأول وترفع راية التميز، يا سلام راية راية هقوة عادت مرة أخرى، هقوة وأسرار هقوة وأسرار. الشوط الرئيسي الصباحي إلى أين يتجه؟ الواثق الذهبي الذهبي الواثق الشحانية العاصفة، ولكن انطلقت هقوة ولكن انطلقت هقوة. يا سلام يا الذهبي يا سلام يا الذهبي يا سلام يا الذهبي، يعشق الذهب في يوم الكبار، يظهرون الكبار في يوم التميز، يظهرون المميزين. سلام يا الذهبي سلام، تهانينا والناموس لهجن الشحانية وللمضمر سالم بن فاران المري المركز الثاني. وصلت راية من هجن العاصفة، مضمر حمد بن راشد بن غدير المركز الثالث، أسرار من هجن العاصفة أيضا بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير المركز الرابع، أمجاد من هجن الرياسة بقيادة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي المركز الخامس. المركز الخامس بشارة من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن غدير، تهانينا والناموس لهجن الشحانية على فوز هقوة واختطافها للشوط الأول الرئيسي الصباحي. وذكروا إخواني المحللين في لقائهم البارحة المضمرين سلطان بن محمد الوهيبي وأيضا حمد بن راشد بن غدير بأن نتيجة اليوم الأول والفترة الصباحية ربما تنعكس على الفترة المسائية، وهذا ما يتمنى بطبيعة الحال الذهبي. عموما تهانينا والناموس لمالك هقوة هجن الشحانية، التهاني والناموس أيضا للمضمر القدير المضمر الذهبي سالم بن فاران المري، من تفوق في أول أشواط أصحاب السمو الشيوخ رسميا في عام 2016. إذن هذه هقوة تصل إلى خط النهاية قاطعة مسافة 5 كيلومترات في توقيت زمني مميز 7 دقائق و31 ثانية، 5 أجزاء من الثانية توقيت قوي الذهبي. تهانينا والناموس هجن الشحانية ولجماهيرها ولعشاقها في صباح هذا اليوم. المركز الثاني لما قصرت أبدا راية، قدمت عرض ومستوى ممتاز 7 دقائق 32 ثانية 7 دقائق 32 ثانية و3 أجزاء من الثانية. التهاني والناموس لمالك راية هجن العاصفة، التهاني للمضمر القدير الواثق حمد بن راشد بن غدير. المركز الثالث وصلت أسرار، توقيتها الزمني 7 دقائق 33 ثانية جزئين من الثانية. تهاني والناموس أيضا لهجن العاصفة على الفوز بالمركز الثالث، التهاني موصول للمضمر الواثق حمد بن راشد بن غدير الكتبي. أعزائي المتابعين